غسل عند ابو حسن البهادي ب5000 دينار. واو باع الغسل يوضعون الطين والتراب ويرجعون لك السياره زيرو. ان النظافه من الايمان. وين الطبل؟ واو كثرنا كثرنا زاهي كثرنا عافيه. وعدهم عامل يدور له على مره ونطالب له بمره من غير حمره محمره. هاك تعال خبرك. وين العامل؟ رحت خالي انت العامل؟ شو اسمك؟ سيد سجاد الموسوي يبحث عن مره من غير حمره محمره. ايش قد يطوق هنا يوميا؟ يوميتك ايش قد هنا؟ 20,000 يعني بالشهر 600,000 يقدر يعيش 4 نسوان. شهريته 600,000 يم ابو حسن غير البخاشيش. يلا عمي صابنا صابنا اضربها زاهي زاهي شغل الزاهي شغل الزاهي. سيدنا راح نلقى لك مره سيد سيد. سوي لايك للمره سوي لها على مود يعرفونك. هاي ان شاء الله نلقى لك واحده دكتوره مهندسه. انت يوميتك 20,000 تقدر تتزوج 4 نسوان. روح خالي صابن صابن من غسل وتشحيم ابو حسن البهادلي. حي الله ابو القهوه منور ابو القهوه المدرسه التقدميه ويشتغل على باب الله يعيش بشرف عافيه. شبط المدرسه مو؟ حرامات والله. لو عندك شهاده كانت تعينت. لا انت بكالوريوس ماجستير دكتوراه هذول يتعينون لهذول كفاءات. انا قلت لك اللي عندك واسطه. لا يا عوض احنا فاتحين فيديو بدون واسطه. حد شهاده حد شهاده حد شهاده حد شهاده.